السلام عليكم شباب، يعطيكم العافية. شو الأخبار؟ شلون السوق معكم؟ شو البيتكوين طلع ولا هبط؟ طيب شباب، البيتكوين طالع ما هو هابط؟ شوف الفيديو اللي قبل، حكينا عن مستويات 46,000 44,000 whatsoever. هذا الفيديو ما حأحكي على الاندكس، عم بحكي عن فكرة جديدة بصراحة ضربت بمخي قبل شي شهر ونص، هلا عم بشتغل عليها. الفكرة إنه أنشئ برنامج يقدر يرسم لي الدورة الزمنية للأمام بأعلى مستوى دقة. يعني مو مطلوب منه 100%، بس يفرجيني إنه هاي العملة شلون بدها تمشي. طبعا الفكرة اعتمدنا على فكرة إنه التاريخ يعيد نفسه، ولكن المشكلة إنه وين الجزء من هذا التاريخ اللي بده ينعاد؟ هلأ بهذا الفيديو حفرجيكم تيست. أنشأنا شبكة عصبية وظيفتها بتحطلها أنت العملة، بتبحث عن النموذج الأكثر توقعا إنه يصير. تمام؟ طبعا حفرجيكم النسخة الأولية. فحاليا مثلا على سبيل المثال، الشبكة العصبية اكتشفت انه نموذج سنة 2015 هو المتوقع انه يصير. فانا حفرجيكم شيء يدوي، بس هو مبدأ عمل الشبكة العصبية. طبعا هذا النموذج حيتغير، ما هو it's not fixed. تمام؟ في له قواعد بصير بيتغير عند النموذج، فدائما لازم نعمل ابديت لهذا التحليل. ولكن في نتائج شباب، في نتائج. طبعا الاندكس وظيفته شو؟ الاندكس هو طريقة ديناميكية لانه انت تحلل بشكل سريع. يعني انت ما لك فاضي تقعد ترسم دعومات ومقاومات والكلام هذا كلياته. فالاندكس مثلا، هذا هو الاندكس، وهذا الاندكس تبعنا. لاحظين انا قايل لكم هون هاي المستويات، لاحظ الاندكس شو عامل، اعطيك اشارة هون كم، شوفوا كم مربع فيه، 1 2 3 4. طبعا هي تتوافق مع التحليل الكلاسيكي اللي انا ما بشتغل فيه. تمام؟ فهون شو عم ينبهك، مثل عم يقول لك انه انتبه، هذا دعم قوي للبيتكوين. البيتكوين شو عمل؟ هبط لتحت. حكينا عن هذا، عن هذا الرقم 45 46 الف 44. شوف الفيديو اللي قبل شو حكيت انا. فقلت انا البيتكوين ما بيخوف، البيتكوين ما بيخوف شباب، ولكن اللي بيخوف هلا اللي حفرجيكم اياه يعني بعد شوي، من السوفت وير الجديد او النيرال نتورك الجديد اللي عم ببنيها. فالفكره بكل بساطه انه هي النيرال نتورك شو بتعمل؟ حابني شبكتين عصبيتين. اول شبكه عصبيه وظيفتها تاخذ الهيستوريكال داتا، تدرس الداتا، تحاول تولد منحني، تمام، يشابه المنحني الواقعي او الحقيقي، وتقارن مع الشرط. حيطلع فيها خطأ، فهي حتحتاج تدريب. تمام؟ بس هذا التدريب احنا ما حنعمله عن طريق هاي الشبكة العصبية، حنستخدم شبكة عصبية تانية هي تعمل تريننج للشبكة العصبية الأولى. فالشبكة العصبية التانية شو حتعمل؟ طبعا هي طريقة معتمدة بالذكاء الاصطناعي، يلي بده في مصادر معلومات على النت عن هاي الطريقة. كل ما المنحني نسبته قربت من نسبة 70%، في عنا شبكة عصبية تانية حتلخبط الداتا وترجع تبعتها للشبكة العصبية الأولى تقول لها اعملي إعادة دراسة وحاولي أنتجي، تمام، نموذج مطابق للشموع. طبعا هذا كل الحكي حينعمل على الباك تيست، لحتى توصل الشبكة العصبية الأولى لمرحلة من التدريب تقدر تعطيني 85 إلى 100% من الشموع اللي حتتكون. وهي طريقة التوقع، يعني كيف أنا بدي أبني توقع هي الطريقة. فأنا شو بعمل؟ بحمل كل هاي الهيستوريكال داتا، وبمسك مثلا بقول للشبكة العصبية ابدي بسنة 2009. تبدأ الشبكة العصبية، الشرط مرسوم قدامها، يعني ما في شيء توقعي هي حتعمله. فهي شو حتعمل؟ حتحاول ترسم الشرط، وصلت مثلا نسبة دقتها ل 50% أو 60%.
حتبعت هي الداتا للشبكة العصبية الثانية. الشبكة العصبية الثانية شو وظيفتها؟ تخرب الشغلة الأولى وترجع تبعته مرة ثانية، مشان الشبكة العصبية الأولى ترجع تتدرب مرة ثانية لحتى توصل لمرحلة قادرة إنه هي شو هي أصلا موجودة، يعني هي عم تتدرب على شيء موجود، حتى تقدر تعمل لي منحني مطابق أو شبيه بنسبة معينة لهذا المنحني. طيب هذا الموضوع شو بفيدني؟ هذا الموضوع بفيدني أنا فيني أعمل بلوت لهذا الموضوع على فيوتشر، وفيني أبني توقع بنسبة معينة على إنه البيتكوين كيف بده يمشي. تمام؟ أوكي شباب؟ طيب طبعا هي حتشتغل شو؟ منحني زمني، ما حتشتغل أسعار. الأسعار شغلة الإندكس هو يقول لك وين أسعار الدعومات والمقاومات. طيب فهلا انتو، انا حاخفي الاندكس، ها ما بدنا اياه الاندكس، ما بدنا اياه الاندكس. تمام شباب؟ طيب فهلا عندنا هذا المنحني، حتلاقوا عليه خطوط، ثلاث انواع من الخطوط، خطوط حمراء، خطوط خضراء، خطوط منقطه بابيض. هاي الخطوط الابيض المنقط هي قمم موقعان اكتشفتها الشبكه العصبيه او الشبكتين العصبيتين، يعني واحده عم تبني والثانيه عم تهدم لتصل لمرحله البناء اعلى من مرحله الهدم، فخلاص هذا هو الشكل النهائي اللي انا بدي اياه. فهي هي القمم الموقعان اللي قدرت تعملها الشبكه العصبيه الثانيه، او هي المنظومه من الشبكه العصبيه. طبعا الشبكه العصبيه هي حره، ممكن تنقي لك شمعه من هون، شمعه من هون، شمعه من 2015، شمعه من 2017، نص شمعه من المكان الفلاني، هي مع كل الداتا كامل التحكم. بالنهايه انا بدي منحني يطلع شبيه بهي الشموع اللي انا عم برسمها. فأنا عملت شوية شغل يدوي لأنه صعب تنقل هذا الكلام على تريدنج فيو، حفرجيكم الأوبجكت 3. هذا هو البار باترن اللي افترضته أو أعطتني إياه إنه البيتكوين بده يمشي عليه. طبعا بدأنا من 7 فبراير 2021، فأعطتني هذا الباترن. تمام؟ طيب أنا شو عملت؟ خفيت شارت البيتكوين، هذا هو الباترن اللي أعطتني إياه. فهذا خط النقط الأول هو نقطة البداية، هون الأخضر أعطتني قاع، ولكن أعطتني نموذج شبيه بالدبل البوتوم. تمام؟ ملاحظين هون؟ فأنا حطيت خطين خضر، يعني بين هذا التاريخ وهذا التاريخ. هون أعطتني قمة، هون أعطتني قاع، هون أعطتني شو؟ أو خليني أحط لكم إياها بألوان ثانية. تمام؟ فاللون الأحمر يعني بعده هبوط، يعني هو قمة. لا هيك ما حيطلع واضح. طيب حاول نغمق الخط. تمام؟ طيب الأخضر هناخده، الأحمر كله قمة، الأخضر هناخده قاع، هنسمك الخطوط قمة. تمام؟ هون هدول الخطين أعطيتني قمة بس ما أنا متأكدة. تمام؟ نموذج شبيه بنموذج الدبل. طب هون أعطيتني قاع، هعمله أخضر. لاحظوا أنا بس عم بتبع الحركة على المنحنى الافتراضي. تمام؟ طيب هون أحمر، أوكي هون هذا أحمر يعني قاع، هون قمة وأعطيتني إياها، وهذا أحمر. طيب ما حفرجيكم الجزء الأخير اللي حتنصدموا فيه شو عاطي توقع. طيب هلا حنفتح شارت البيتكوين العادي نحطه. تمام؟ طيب هذا الاوبجكت 3 حنخفيه، ما بدنا اياه، خلاص اخذنا القيمه الموقعه منه. تمام؟ طيب فهون عند بدايه خط متوقعه، بدايه هون هذا خط الدراسه، هذا هو هون بدايه الدراسه. هون اعطيتني قيعان متوقعه، طبعا القاع صار في فرق يومين. اوكي الاحمر اعطيتني قمه صار في نفس اليوم، الأخضر عطيتني قاع، لاحظوا قاع هون، قاع متأخر 1 2 3 4 5 6 أيام، ولكن عطيتني بعد منه صعود، فبجميع الأحوال أنا مستفيد منه، هي نسبة دقة جيدة. طبعا إحنا ما فينا نرفع مستوى الدقة لأنه بعدين بتبلش الشبكة العصبية ترجع بدها تتدرب زيادة، بتقعد تعطيني أخطاء أكثر. طيب هون هي المنطقة، طيب ثواني بس نتأكد من الـ Object 3. هون أعطيتني قمة فلازم يكون عندي قاع، قاع أعطيتني إياه هون،
اوكي طيب، هذا حنحطه بلون اخضر عشان ما نتلخبط فيه، لانه بعد كل قمة قاع فهون قمتين ما بصير يكونوا ورا بعض. تمام طيب، هذا الاوبجكت 3 نخفيه عشان ما نتضايق منه. تمام طيب، اعطيتني هون قمة، اعطيتني هون قاع، طبعا قاع 1 2 3 4 5 ايام، كمان هاي مشكلة. هون أعطيتني احتمالية قمة هون قمة هون، القمة ما تحققت بأول شمعة، ثاني شمعة بعد منها 1 2 3 4 5 6 أيام، هون مستوى الدقة منخفض. هون أعطيتني قاع أنه بعد منها عندك صعود، فعندي 1 2 3 4 5 أيام. طيب هون أعطيتني قمة، عمليا لحنا طلعنا لفوق ما قدرنا نخترق، القمة كانت هون، وبعد منه هبوط. نرجع نشوفها التري، أعطيتني شايفين هذا المنحني هون البرتقالي، أعطيتني هون شو، أعطيتني قمة هون، أعطيتني بين هدول التاريخين عندك قاع. لاحظوا حصل هذا الهبوط، طبعا هذا الحكي متوافق مع الاندكس، والأدق هو الاندكس مو هاي، لسه بدها تحسينات وبدها نتأكد هل الخوارزميات صح لما غلط، ما بيك في هذا الموضوع. هلا وين أعطيتني هون القمة 13 جون إلى 11 جون، أنا متوقع القمة تكون حوالي 6 6 7، فممكن يكون فرق أسبوع. فلاحظوا هون هذا كلياته منحني، أعطيتني إياه سايد واي ولكن ما له هابط. تمام وبعدين هون طلع لفوق وأعطيتني قمة. تمام فأنا متوقع كمان على تحليل الإندكس بالفعل إنه تكون القمة تقريبا 6 7، إذا عندنا تأخير على منتصف جون بعد منا عندنا هبوط. طيب فرجيكم، فتقريبا تقريبا عندنا هاي المنطقة، ما هي دقيقة ولكن من الناحية الثانية إذا خفينا. لاحظوا قدرت توصف لي بشكل كتير كبير شو الحركة المتوقعة، هي أنا بستفيد منه، أنا ما بدي إياها تمام لا أتداول عليها، أنا بدي أعرف بس شو بده يصير بالبيتكوين. يعني هون أعطتني هبوط، بالفعل عندنا هبوط. تمام أعطتني هون قاع، السعر نزل. تمام هون في خطأ، هي ما هي دقيقة، وأعطتني قمة هون وقمة هون، نموذج دبل توب أو دبل بوتوم تقريبا. حتى فيني أحطها هون، أنا أقول نفس الشيء كمان، فيني أحطها هون أو هون. أعطتني هون قمة بس قالت لي بعد منا عندك هبوط، فأنا بعرف إنه what is next، next is down trend. فإحنا هبطنا بالفعل. هون قالت لي بعد منا عندك صعود، فبالفعل عندي صعود. هون قالت لي هبوط، هون عم تقول لي اتجاه جانبي، هون اتجاه جانبي يحمل معنيين، اما بالفعل اتجاه جانبي او صاعد. فهون لاحظ البيتكوين بدأ يعطي اشارات صعود، فممكن نطلع حتى 12 13 مايو، بس I don't think so it's accurate. I think between 7 and 10 في عنا final top. طيب خلصنا، فهذا هو الشيء الجديد عم نشتغل عليه، لسه ما له خالص. بعد ما يخلص حننزله على شايني داشبورد شايني ونبيعه للناس بفلوس مو ببلاش. طيب هلا شوفوا هاي النكبة اللي حتصير بعد 6 جون، هاي النكبة لو تحقق كلام الشبكة العصبية، فعندي أنا بعد 6 جون شباب عندي هبوط. طبعا هذا الحكي، هل أنت عماد تعطيه مصداقية؟ أنا بعطيه مصداقية 15% مو أكثر، حتى 10%، ولكن هي مأنذرتني إنه أنا عندي هبوط، عندي إنذارات إنه منتصف جون في هبوط. الشيء مخليني خاف إنه ممكن تكون نتائج دقيقة، إنه شباب ال إنه هذا الحكي يتوافق مع الإندكس، الإندكس أعطيني تواريخ قلت لكم 6 7 10 هيك شيء، فهي كمان أعطيتني 13 أو 12، فالشيء بخوف إنه طريقتين أجمعوا على نفس الشيء. طبعا هون هذا الصعود، لما انت تشوف هذا الصعود مو معناته بالفعل مثلا هون اعطيك 50% انه هي العمله حتطلع 50%، هو عم يرسم لك شكل الدوره الزمنيه. فالفيني اعمل لك اياها بهذا الطريقه، لك اياها هيك منحني، بس تشوف المنحني. يعني اذا شفنا منحني حنلاقيه جدا متطابق بالفتره الماضيه مع البيتكوين. لاحظين هبوط بعدين صعود، طلعت قالت لي هبوط بعدين صعود، قالت لي هون عندك هبوط بعدين صعود، هون او هون. طبعا ليش؟ لان هذا متوسط بين الهاي واللو.
فما حيبين معك وين القمة الحقيقية. قالت لي هبوط عندك صعود، قالت لي هون عندك اتجاه جانبي يميل إلى الصعود، فهون القمة اللي متوقعتها. طبعا ممكن هذا يكون اتجاه صاعد. بعد ما قالت لي عندك هبوط هبوط هيك حتكمل الترند هابط. التحليل الزمني كمان نفس الشيء، بيقول نقطة مهمة جدا اللي هي كانت أول نقطة كانت بشهر 5، هي 8/5 حكينا إلى منتصف شهر 5. النقطة الثانية هي نقطة 6 جون، it's very important. هذول النقطتين فوق ما تتخيلوا. معنى كلامي هلأ ما حتفهموه، تمام؟ حتفهموه شهر 6 شهر 7 لما نشوف شو حيصير، لأنه أداتين مختلفتين بخوارزميات مختلفة أعطيني نفس النتيجة. فأنا فيني أعطيها نسبة مصداقية، هي الأداة الجديدة ما بعطيها نسبة مصداقية فوق 10%، لسه ما اختبرتها out of sample، تمام؟ هفهمكم شو معنى كلمة in sample out of sample. شايف أنت أنا راسم لك هاي الشموع اليابانية، تمام؟ طيب، فهذا هو في علم الشبكات العصبية، هذا اسمه، شايفينه هذا المستطيل اللي عم حطه، هذا اسمه انسامبل. ستايل حط له باك جراوند، شايفين هاي اللي عليه الشموع، هاي الشموع تكونت وانتهت. فممكن اي واحد يرسم هذا الخط، ممكن اي واحد يمسك هيك يعمل لك خط او خطوط مشابهة للاغلاقات ويقول لك ايه تفضل هذا هو التوقع وتوقعنا صحيح. هذا لا يؤخذ ب كتحليل شبكات عصبية بموضوع الـ N sample. هاي شو بنسميها احنا؟ N، هكتب لكم اياها، N sample، يعني انت ضمن العينة عم تختبر. هذا الاختبار لا يعتمد. اختبار وين يعتمد؟ هون out of sample، لأنه يعني ممكن أنت تبني شبكة عصبية أو تبني أي برنامج أو حتى إنديكيتر عادي RSI، لما تختبر على شموع قديمة حتلاقي شو نسبة إشاراته دقيقة جدا، حتقول ليش أنا أصلا عم بخسر. هي لا يمكن اعتمادها، بدك تعتمده هو الـ out of sample، شيء لسه ما صار، تمام؟ شيء ما صار وبعدين تشوف والله متوقع أنه في عنا هبوط بعد منتصف جون، طيب خلينا نشوف لجولاي شو حيصير. او هذه توقعات طويلة المدى بدها وقت، يعني بدها 5 6 شهور حتى تقول بالفعل فيني اعتمد هذا الموضوع. فهذا هو out of sample. فانا لما ابني الشبكة العصبية ما بخليها على اخر الشمعة تدرس واستنى 6 شهور لتطلع النتيجة. فبقوم شو عامل؟ بقول له ادرسي مثلا 5 ابريل 2020 كل شيء قبله، بعدين ابدي ارسمي بعد. فبخفي لها هي الشموع كلها، طب الا هذا هو الانسامبل تبعك، ابدي تدربي عليه وحاولي تعملي منحني مثل هذا الموضوع. بتقوم الشبكة العصبية الثانية بتقوم لخبطة الدنيا كلها ومرجعتها للشبكة الأولى حتى تقدر الشبكة العصبية ترسم منحني شبيه بهذا المنحني، تمام؟ طيب، فهذا اسمه out of sample. طيب الشبكة العصبية قلنا الأولى حتبدأ ترسم حتى تعطيني منحني شبيه من هون. بعد منها شو بدها؟ طيب بني لي توقع للأمام، لأنه أنت مو شايفة هي الشموع اللي هي out of sample أو خارج العينة. بتقوم بعدين رسمت لي هذا المنحني لقدام، ببدأ أقارن، لأنه أنا الشموع بعرفها شو هي بس الشبكة العصبية ما بتعرف هون شو صار. فببدأ أقارن، هل أنت هذا بالنسبة لإلها هو ماضي؟ بالنسبة للشبكة العصبية أي شيء مو شايفه أنت، تمام؟ بالنسبة لك ماضي، فهذا هو الباست تبع الشبكة العصبية. نكتب لكم إياها، هذا اسمه الباست، وهذا بالنسبة إلها اسمه الفيوتشر، لأنه هي مو قادرة تشوفه، وأنا مالي مدخله أصلا بالداتا تبعها، أو مدخل الداتا سيت كلياتها، وبقول لها ابدأي دراسة عن هذا الموضوع. فهي حتبدأ على فيوتشر تحاول ترسم رسم مثل هاد أو منحني مثل هاد، فبعدين بشوف الدقة تبعها. فحاليا هذا الشيء لا يعتمد، هاد الحكي هون، هذا ممكن غلط، هذا ممكن بتكون تطلع على المليون، أنا ما بعرف، فما فيني أعطيها وثوقية. تمام شباب، بالتوفيق، نشوفكم بفيديو علمي تاني.
وادعوا لنا هذا المشروع الجديد ينجح، والسلام عليكم.